أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.